فيا معاشر المسلمين أغيثوا إخوانكم في فلسطين، أغيثوا إخوانكم في الدين، أغيثوا الأرامل، أغيثوا الأطفال، أغيثوا الجرحى، أغيثوا الأيتام في فلسطين، فإن ذلك من أسباب السلامة من مصارع السوء، ومن أسباب السلامة من الغموم والهموم والكروب، ومن أسباب السلامة من الأهوال والخطوب. فلقد كان أول نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء وأخذته الرجفة قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي ذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها، فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر، أخبرها قصة نزول الوحي، وقال قد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله عنها كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق الحديث. قال النووي رحمه الله، قال العلماء معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكر الضروبا من ذلك. وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا يا أمة محمد في التبرع بالمال لإخواننا في الدين، اجتهدوا يا أمة القرآن في التبرع لإخواننا في الملة الحنيفية، اجتهدوا يا أمة السنة في التبرع لإخواننا في فلسطين.